جوزيف جميل، مدير تسويق ايفا فارما في قسم المخ والاعصاب نيورو سايكاتري. الحقيقه ايفا النهارده بتحتفل بنزول اول منتج للسوق المصري بيساعد على اليقظه والنشاط وتحسين الادراك ومكافحه الارهاق. والمولاكيول اسمه ارمودافينين والدواء اسمه ارمويك. الحقيقة شركة إيفا من الشركات الوطنية نجحت جدا في السبع سنين الأخيرة، وابتدت تقدم للسوق المصري احتياجات ما كانتش محطاة في السنين اللي قبل كده. وجود دواء الأول من نوعه ينزل السوق المصري من شركة إيفا ده يدينا ثقة في الجودة بتاعت المنتج والموافقات اللي عليه. الأرم ويك 50 ميلي جرام 150 ميلي جرام، نقدر ناخد قرص قرصين ثلاثة. الجزئية بتاعت التوزيع الفرعات مهمة جدا. الدواء زي ما أساتذتنا قالوا إنه إحنا بنستخدمه قبل ما المريض يبتدي الاحتياج لليقظة والإجهاد، يعني لو حد عنده شفتات بيغيرها، واحد بيشتغل بالليل بيشتغل الصبح، واحد عنده مواعيد مختلفة، فأكيد الساعة البيولوجية بتاعته بتختلف. وجود الدواء في الجزئية دي بيحسن لنا البرفورمانس أو الأداء للإنسان الطبيعي في شغله. يعني كمان وجود الدواء مع كتير من الأمراض زي ما أساتذتنا قالوا، منها أمراض الاكتئاب، منها أمراض الاسترس اللي بنشوفه في المجتمع، الكواليتي اوف لايف، كمان الستايل اوف لايف بتاع المصريين عندنا شويه مختلف. عندنا ناس بيجي لها نعس وقت الشغل، في ناس بتشتغل فترات كبيره، في ناس بتشتغل فترتين شغل، نوعين من الشغل. الجزء ده من الطبيعه البشريه بيبقى محتاج حاجه تسنده فتره شغله تخليه فايق وصاحي. جزء من الناس زي ما اساتذتنا قالوا برضو اللي هو عنده احتياج للسفر، عنده جزء من الجراحين اللي عندهم شيفتات ونايت شيفت وبيشتغل بالليل وعنده عمليات وبيحتاجوا هذا النوع من الدواء. يعني ايفا بتفخر انه من الشركات اللي مش بس بتشتغل في مصر، الشركات اللي بتشتغل في مصر بتشتغل في الشرق الاوسط، بتشتغل في افريقيا واوروبا وكمان كندا. واحنا بنتكلم في 137 منتج محلي بيغذي السوق المصري في كتير من المجالات، زي مجالات المخ والاعصاب، زي مجالات القلب وامراض القلب، زي مجالات الاطفال، مجالات امراض العظام، المسكنات، وكمان جزء من امراض الكبد وعلاج فيروس سي. واعتقد انه ده شيء من الحاجات المهمه جدا في شغل ايفا في المجتمع الطبي المصري. وجود جمعيتين النهارده من اهم الجمعيات اللي موجوده في مصر، زي الجمعيه المصريه للطب النفسي وكمان الجمعيه العربيه للطب النفسي، الجمعيه المصريه لطب المخ والاعصاب نيورولوجي، واساتذتنا رؤساء الاقسام، بيدي ثقه في انه الدواء ليه باع كبير وليه استخدامات كبيره وعنده من الشهادات الكافيه اللي تدينا النجاح المطلوب. يعني فربنا يوفق، وشكرا جدا لك. شكرا. هل أرمويك ليه أعراض جانبية؟